نعم صلاح، الجديد هو عودة إلى الهدوء الحذر في هذه المحافظة بعد سلسلة من الغارات والقصف الإسرائيلي الذي نفذته طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الجيش الإسرائيلي على محافظة رفح. وكان آخر الغارات هي قصف مجموعة من المزارعين في منطقة المطار شرقي محافظة رفح، وأسفرت هذه الغارة أو أسفر هذا القصف عن استشهاد 3 مزارعين وإصابة عدد آخر، وتم وصول جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار. أيضا وسبق هذه الغارة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لإحدى المنازل في منطقة الشابورة ولم يسفر عن وقوع إصابات. وكان هناك غارة أخرى على منزل أو على شقة سكنية في منطقة تل السلطان غربي محافظة رفح، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة. وكانت غالبية الشهداء هم من الأطفال والنساء ومن النازحين. يأتي هذا في ظل التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة رفح، وبذلك يكون عدد أو حصيلة الشهداء في محافظة رفح خلال الساعات 24 الماضية 18 شهيدا، وعشرات الإصابات في محافظة رفح خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار القصف الإسرائيلي واستمرار الغارات الإسرائيلية على محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي 14 مجزرة في محافظات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها قرابة 150 شهيدا وأكثر من 240 إصابة، وصفت جراح العديد منهم بجراح مختلفة وتم نقلهم إلى جميع المشافي في محافظة القطاع، وتم إدخال العديد من الحالات الحرجة إلى غرف العمليات لإنقاذ حياة المصابين. هذا هو الوضع الميداني والتطورات الميدانية في محافظة رفح حتى هذه الساعة. أشكرك، شكرا جزيلا لك أيمن أبو شنب مراسل الغد، كنت معنا من رفح.